تعالوا بقى نروح نعرف ايه اخر المستجدات واخر الاخبار النادي الاهلي وكل اي يعني اي حاجه وكل حاجه تخص فرع نادي الجزيره النادي الاهلي بالجزيره تحديدا، وده اللي بنعمله مع حضراتكم بشكل يومي. الحقيقه النهارده هتكون منورانا الزميله المراسله هنا ابو القاسم، مراسله قناه الاهلي. صباح الفل عليك يا هنا، اخبارك ايه واخبار النادي ايه وما حوله؟ صباح الخير عليكم يا نهاوند وكريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. خلوني دلوقتي أخدكم جولة في نادي الأهلي فرع الجزيرة وأكلمكم على الأجواء هنا في النادي وكمان آخر أخبار الفرق الرياضية. الحقيقة الأجواء هنا في النادي، الجو النهاردة حر إلى حد ما، درجة الحرارة 32، لكن العائلات والأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي. أما عن الحالة المرورية للطرق المؤدية للنادي الأهلي، الحقيقة أن كوبري 15 مايو في ازدحام شوية، وكوبري قصر النيل في سيولة مرورية جيدة. في بقى خبر حلو لكل الأعضاء وهو عودة تدريبات السباحة يوم الخميس القادم 3/9 إن شاء الله بعد توقف لست شهور. طبعا ده كان بسبب فيروس كورونا، لكن الحياة هتبدأ ترجع لطبيعتها تاني خطوة خطوة، والتدريبات هتبدأ ترجع تاني، لكن طبعا مع كل الإجراءات الاحترازية. هيكون الحد الأقصى للمجموعة 5 مشتركين بعد ما كان 10 مشتركين، طبعا كل ده حفاظا على سلامة كل الأعضاء. خلوني بقى أكلمكم عن آخر أخبار الفرق الرياضية. حابة أبارك لكل الأهلاوية ولفريق كرة اليد شباب مواليد 2000 لحصوله على بطولة كاس مصر بعد الفوز امبارح على نادي الزمالك 30-25. والحقيقة أن الفريق أدى عرض مميز طول البطولة، خصوصا في مباراة أمس أمام الزمالك. كمان وعد كابتن صابر حسين مدرب الفريق أن اللي جاي هيكون أفضل للفريق، ده طبعا بسبب الاهتمام الكبير من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بفرق الشباب والناشئين، طبعا إيمانا منهم أن هم مستقبل النادي، وكمان أن هم دعم لكل الفرق الأولى هنا في نادي الأهلي. أما بقى عن الفريق الأول لكرة القدم، النهاردة هيتم استئناف التدريبات طبعا بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة نادي وادي دجلة يوم الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز. النهاردة كمان هيكون في مباراة مهمة، هي مباراة نهائي بطولة الجمهورية لفريق أنسات كرة الطايرة، هتكون أمام نادي الصيد هنا في نادي الأهلي الساعة 2 الظهر. طبعا بنتمنى الفوز للفريق والحصول على بطولة الجمهورية زي ما كل الفرق هنا في النادي دايما معودانا. دي أهم أخبار الفرق الرياضية هنا في النادي وكمان الأجواء في نادي الأهلي فرع الجزيرة. العودة مرة أخرى للاستوديو. قبل ما نسيبك يا هنا، بس عايز أسألك عشان برضو فرصة كويسة إن احنا نطمن كل الناس اللي حابة تروح وتقضي يوم لطيف في النادي الأهلي فرع الجزيرة، واللي الحقيقه كل الاجراءات الاحترازيه المتابعه والموجوده فيه موجوده في كل فروع النادي الاهلي، بس عايزين نسمع منك انت الاجراءات الاحترازيه المعموله شكلها العام عامل ازاي، وحجم الاستجابه من رواد هذا الفرع تحديدا للنادي الاهلي عشان نطمن الناس ان هم فعلا يقدروا ينزلوا بطمانينه وبحريه. طبعا يا كريم، كل الإجراءات الاحترازية فعلا متاخدة، بيتم التعقيم كل فرد على البوابة تعقيم كامل عشان يضمنوا ان مفيش اي فيروس او حاجة، وكمان بيبقى لازم الدخول بالماسك او الكمامة، وممنوع دخول اي عضو من غير الماسك او الكمامة عفوا، وبيكون في عدد معين على من الأعضاء على كل ترابيزة طبعا عشان التباعد الاجتماعي وضمان سلامة كل الأعضاء. جميل، ربنا يطمنك، بنشكرك شكرا جزيلا وصباح الفل عليكي. كل الشكر للزميله العزيزه هنا ابو القاسم مراسله قناه النادي الاهلي.